ما بين ريال مدريد والسدون في كأس السانتياغو برنابيو. شوط أول ينتهي لمصلحة ريال مدريد عن طريق اللاعب راؤول غونزاليس، يعيد شاط الكابتنية لكاسياس، ومن ثم يأتي راؤول بلبس السد ويعطي 7 لكريستيانو رونالدو اللي أخذ منه وأعطاه الرقم 11 من خلال هاللقطات الاحتفالية الكبيرة تأتيكم دائما عبر قنوات الدوري والكاس. نترككم الآن من خلال التعليق من كاميرا التعليق والعودة بالصوت والصورة للزملاء هناك في الاستديو التحليلي.